مرحبا حبايب، شلونكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله تكونوا بألف خير وتبدوا تشوفون فيديو اليوم. طبعا فيديو اليوم كلش هواي مميز مثل ما تشوفون. اني قد ما معي الكرسي اللي فوق اللي طخت بالحائط. المهم أريد أقول لكم إنه فيديو اليوم كثير مميز. ليش كثير مميز؟ لأنه راح أسوق لأول مرة بحياتي وحدي. أنا أخذت رخصة القيادة تقريباً من قبل شهرين، بس عمري ما سقت لوحدي. طلعت أسوق بس يعني مو كل يوم، بس عمري ما سقت لوحدي. دائماً كان أكو شخص قاعد جنبي من عائلتي أو أصدقائي. اليوم أخذت هذا القرار الجريء اللي هو راح أسوق وحدي لأول مرة بحياتي بدون توجيهات، هات نفسية فقط. كلش خايفة وما أعرف شنو أسوي، بس عندي رخصة القيادة، يعني تقريباً أعرف القوانين وكل شيء. تقريباً هالكلمة تخوف، بس ما عندنا خيار ثاني، لازم نسوق وحدنا. الحياة دائما انتو تمشون بها وحدكم، ماكو ناس دائما وياكم، سو لازم نتعلم شلون نمشي وحدنا بهاي الحياة مهما يكون. يعني شنو يعني نعتمد على نفسنا بهاي الحياة؟ اوكي خلي نشوف شو راح يصير. نلبس حزام الامان. راح اعرف اربط حزام الامان يعني. بالمناسبه شنو رايكم باضافتي؟ طبعا هذا كله انا جاي اعطل نفسي عن السواقه، ادري بروحي. نافيجيشن ماي، الخارطه معقده. بسم الله بسم الله بسم الله. اوكي جراج عادي، نطلع من الجراج عادي، ماكو مشكلة. مرايات. الهامب يسار. يا الله بعدنا بالجراج. طبعا انا من يتوتر اقوم اكح، ف يعني تحملوني. Meters. Turn right onto Boulevard Walk 2. بعدنا خيّة، ما طالعين من الجراج، صبري. بسم الله. ناس عادي يعني، سيارات قابل الشارع مال أبويا. طبعا أني ما أعرف أستخدم الماب، ما أعرف طريق للبيت شلون العودة. وصلنا طالعة، ما متحمسة أبدا. الحياة نعيشها مرة واحدة مو مرتين. ف Do it. Oh my god، ليش قريباني على اليمنى؟ طبعا هاي الطالعة من انا كلش ضيقة. اوكي تمام. يعني اني هذا ما اعرف ليش واقف بالنص. انا ليش مرتعبة؟ اوكي. ليش سيارات بوجهي؟ سويت أبشع بارت بالحياة اللي هو النيو تيرن اللي أنا كلش مو زينة بيها. انتو شايفين شلون أنا مركزة؟ مركزة بخوف. Now you have arrived at your destination. No, I did not. Shut up. Okay guys, it's a park. كانت بمكان سيف، مو كلش سيف يعني، بس ريدت ادخل للباركينج الاول بس ما قدرت بسبب الهورنات، صار عندي نرفز تنرفزت وبعدين طلعت من المكان. I feel like يعني انه خلاص درايفنج لليوم. بداية ترجف جسمي، يرجف شلية shaking too much يعني. عموما هالوقت هذا اصلا كله ازدحام، ما اقدر يعني اسوق براحتي، بس خليني اشوف بعدين اقول لكم. اوكي حبايبي هسه منتظرة بالاشارة. طبعا اكلت لي 200,000 هورن بس ما اعرف على شنو، لان كل اللي سويته صح. حبايب اخر الاخبار اني ضيعت الطريق البيتي. جايز سو هسه حاليا اني بالباركينج مال الجراج مال بيتنا، ما اعرف شنو اوصف لكم التجربة، كلش مرعبة. السياقة شي مرعب، بس
لازم نتعلمها. ما اعرف اسوق دراجة، ما اعرف اسوق سكوتر، وما اعرف اسبح، وما اعرف اركب خيل. لازم اعرف اسوق صح؟ راح يعني راسي كلش يوجعني اذا الوضعية يعني زفت، والسيارات ما تتحمل. يعني انت بعدك ما ماشي راسني يدقولك هورن، يلعبون بمخك لعب، يخلوك حتى اذا انت تندل الطريق وتعرف مكان بيتك شلون تروح له تنسى. قررت اروح بعد روحة ثانية بس خايفة صراحة، كلش تعبانة، بس يعني جسمي تعبان حتى راسي يصدع ويوجعني، بس لازم اجرب بعد اكثر. خليكم وياي. 500,000 اشارة سويت. خبلت التاكسي اللي ورايا. وصلت البيت هسه راح ارجع واباركن، بس اريد اقول انه اعتقد قطعت اشارة حمراء وهذا الموضوع مخيف. دائما مستعجلة، يعني الاشارة بعد صفرة ورح تصير حمراء واني اعدي راسا، ما ادري ايش بيه، ما ادري عبالك يعني ما ادري شنو منتظرني. بس it was a nice drive. ان شاء الله ما قطعت اشارة حمراء لانه قيمة غرامة الاشارة الحمراء كلش غالية. طبعا اكثر شيء هو بالماب، يعني ضيعت المكان اللي المفروض نوصله بخمس دقائق انا سويته ساعة. يعني هذا كل اللي صار تقريبا، بس محتاجة انه اضبط نفسي على الخريطة شلون انتقل، يا لين ابقى بي، يا لين لازم اعرف احول. حاولت هواي ادور تعليمات على اليوتيوب انه يا لين تبقون بي، يا لين لا، يقولوا لي بس شلون نشينج اللين، شلون نغير اللين. وهذا الشيء انا ما احتاجه، تعلمته من زمان، بس القيادة امر جدا متعب، بس يمكن لانه انا بالبداية واول مرة وحدي. اذا تحبون يعني تسوون براكتسينج، لا تسوون براكتسينج بالليل، سووا براكتسينج بالنهار. طبعا انا ما اعرف اباركن بس ريفيرس، بس راح اوريكم شلون اباركن ريفيرس. ريفيرس يعني ما اعرف اباركن بس لورا، يعني فهمت شلون علي؟ ما اعرف اباركن انه بس ارجع لورا. نعدل. مرتاحة اني ما اخترعت لانه ماكو احد هنا قدامي، لو اكو احد قدامي ما اقدر اسوي هيك. اوكي حبايب، وصلت البيت. او ماي جاد تعبانة وجسمي تكسر، يعني انصح قاعدة بس كنت مشنجة. هذا امر كلش مزعج، ما اريد اسوق بحياتي. ما اعرف شنو اقول، المهم أنا بأمان، وصلت للبيت بأمان. بس أتمنى قيادة آمنة للجميع، وبس هذا الشي ردت يعني أخلي ذكرى إلي بحياتي وأنزلها على اليوتيوب. ما يوتركم مثل ما أنا توترت. وبس والله أشوفكم على خير بفيديو جديد. باي.